السلام عليكم، تفضل. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. حبيت أشارك موضوع مالتك سني ام شيعي؟ عن الآية شيعي شواني. قبل فترة هم اتصلت عليك تفضل، حياك الله. الآية اللي هي قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، أقر المشركون وقالوا سيقولون لله. ف صحيح. نعم، فأنت تعقيبك على هذه بصورة الآية ماذا؟ تفضل. النت عندك بس في مشكلة ضيفنا الشيعي. طب خلينا نتصل احنا عليه تاني. ايوه، تفضل ضيفنا الشيعي. السلام عليكم. أي الآية نعم. من بيده ملكوتك كل وهو يجار عليه. نعم. الملك هو مثل ما الله ذاكرها بالقرآن، الملك لله فقط مو للبشر، وحتى السماوات هو رب العالمين رافعها. يعني كثير من الآيات تدل أن الملك لله وكل وليس شيء للبشر. موجود بالأرض هو لله، ما كل البشر. لا، البشر ما يخلق، الطين البشر خلق شيء، صحيح ولا؟ يعني أنت بذلك تنكر الولاية التكوينية اللي بيعتقد بها علماء الإمامية الاثني عشرية. لا، يعني حتى لو الإمام على نفسيته يريد واحد يجي يقول له أنت يخلق، الإمام على نفسيته راح يقول له أنا ما أقدر أخلق. أحسنت أحسنت، ما شاء الله عليك. صحيح لو غلط، لأن هو صدقت بشر، صدقت حتى النبي محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم ما يقدر يخلق أي شيء. صدقت. وأهل البيت وإحنا كليتنا البشر والسماوات والأرض. لا نملك شيء. تسمعني أخي الحبيب؟ معلش النت عندك بيقطع، ما شاء الله. يعني شفتم عقلاء الشيعة، شفتم هذا الشيخ أو الشخص العاقل الشيعي اللي اتصل علينا الآن. نعم، يثبت فعلا أن الذي بيده ملكوت كل شيء واللي بيتحكم في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الآية واضحة، الآية واضحة، مش هصدقك. خلاص الشيعة الآن يقولون لا نصدق المعممين، لا نصدق الحوزات. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، مش هيقولوا للإمام. مش هنصدقكم أيها المعممين مرة أخرى، خلاص لن نصدق المعممين الكذبة الذين يكذبون علينا، سنصدق القرآن الكريم. شكرا لضيفنا الشيعي، ونسأل الله أن يوفقه وأن يأخذ بيده إلى نور الحق. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.